قالت إحدى الصحف النيبالية إن العمال المهاجرين في قطر يواجهون استغلالا صارخا، على الرغم من الوعود والضمانات المتكررة والتي قدمتها الدوحة قبل استضافة كأس العالم لعام 2022. وسلطت صحيفة الضوء على التقارير الدولية الصادرة مؤخرا والتي أكدت أن مئات العمال الأجانب في قطر لم يحصلوا على مستحقاتهم، كما أجبر كثير منهم على العودة إلى بلادهم دون تعويض. وتعتمد قطر على نحو 2 مليون عامل أجنبي يمثلون معظم القوى العاملة فيها، ومعظمهم من دول آسيوية مثل نيبال والهند والفلبين.